بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الدرس الثامن ببرنامج الفوتوشوب. اليوم رح نتعلم شغلة جديدة بالفوتوشوب وهي التأثيرات أو الإفكتس. الإفكتس هي عبارة عن تأثيرات ممكن نضيفها على صورة أو كتابة أو أي شيء عندنا موجود لحتى نعطي حركة خفيفة بالفوتوشوب أو نعمل شيء مميز. رح أحكي هلأ أول شيء عن التأثيرات على الكتابة. حكتب أي نص ونعمل عليه تأثيرات ونشوف شو في عندنا خيارات بالتأثيرات وشو ممكن نعمل وشو الخيارات المفتوحة قدامنا، يعني معظم الأرمات أو أي شيء إلا ما تحط له تأثير، خيال، ظل، إضاءة، بدك تساوي نيونة، كلها بالتأثيرات ممكن تصير. حكتب كلمة فوتوشوب كبرها شوي بس نشوف. خليت لونها أسود، ما مشكلة لأنه بالتأثيرات كمان فيني غير اللون. هلأ كيف بدي أروح على شيء اسمه التأثيرات أو اللي هو الإفكتس؟ في عندي طريقتين، إما من كبسة اف اكس اللي موجودة هون اللي ما حكينا عنها المرة الماضية وقت حكينا على درس الطبقات، انه قلنا بدي في الاف اكس هي رح نتعلمها بدرس ثاني، هي التأثيرات هلا اللي رح ناخذها. اما بدي اكبس اف اكس بختار الخيار اللي بدي اياه، او اذا بدي افتح القائمة كلها لاشوف قدامي شو عم بيصير بيندينج اوبشن، اذا بكبس عليها بتطلع لي هي القائمة فيها كل الخيارات اللي كانوا طالعين هون قبل شوي. او طريق تاني كبستين بس على طرف الطبقة اللي موجودة عندي. نذكر درس الطبقات حكينا انه الصورة بتتقسم لطبقات، فطبقة الكتابة موجودة عندي. هلا اذا بس هون على الصورة تبعيتها، يعني هي اللي محطوط حرف تي عندها، بدها تتحرر عندي الكتابة وارجع اعدل على الكتابة، فانا ما بدي هذا الشيء. بكبس اي طبقة عادية في عليها صورة ما مشكلة وين ما كبست، بس بالكتابة حصرا هون بدي اكبس على طرف ما يكون فيه كتابة فاضي، كبستين تفتح نفس اللاير ستايل. هلا في عندي خيارات، رح بلش بالخيارات من تحت لفوق. عندي اول خيار هو دروب شادو، اضافة ظل. اذا طبعا كبسة الصح اني حط صح هون مثلا، اكبس على التشيك بوكس هاد، فهو ما رح يرجيني شو التعديلات، رح يرجيني التعديل جاهز. يعني انا كبست عليه مثلا، خليني اختار هاد، تفرجوا اعطاني تاثير الكلر اوفرلاي، كلر اوفرلاي اعطاني التاثير تبعها بدون ما يعطيني خيارات التعديل عليها. انا اذا بدي اعدل وشوف الخيارات كلها بكبس على الاسم مو بس على التشيك بوكس اللي هون. يعني هلا دروب شادو، رح نشوف دروب شادو. اول شيء عندي هون الديستانس، مسافه الشادو عن الكلمة المكتوبة عندي أو الشكل المكتوب. رح زيدها لحتى تبين شوي معناه، إذا بين ليكو شادو نحط هيك شادو مثلا. عندي سايز، هو بخليها مثل إنه الشادو الظل تبعي يا حد يا إما بلش يتلاشى، تلاشي خفيف فينا نخليه تلاشي خفيف. سبريد بتعطيني سماكة، بتسمكوا للخيال اللي عندي. في عندي الاوبسيتي، اوباسيتي هي اللهم صل على سيدنا محمد، كثافة الظل، الكثافة تبع الظل. يعني اذا بدي افتح انا الخيال بس بسحبه بالعكس بيقوم بتفتح بصير فاتح، بحطه للاخير بيغمق على الاخير. هن افتراضيا حاطين لي 75. هاي الانجل هي زاوية الخيال، فيني اخذها لهون، فيني اخذه لفوق، فيني اخذه لتحت، فيني اخذه وين ما بدي اخذه، حسب انا الصورة اللي عندي وانا كيف بتخيل انه موضع الشمس والخيال تبع الكتابة.
هلا في كبسة هون اسمها يوز جلوبال لايت. شو هي هذا التشيك بوكس؟ هذا التشيك بوكس اذا كان عندي اكثر من صورة، اكثر من طبقة بالصورة اللي عندي، فاذا كان مفعل هذا الخيار رح تاخذ كل الصور نفس التأثيرات هي. يعني مثلا تخيلوا الشمس من على اليسار من فوق، وانا كل صورة حاطط لها الخيال باتجاه معين، ما مستحيل يعني ما بصير هيك انا احط. طبعا لازم حاكي منطقية الصورة، انه الشمس من على اليسار من فوق، يجي مثلا احط الظل من هون، هيك صارت الشمس من تحت. فوقت احط انا يوز جلوبال وظبط اي اعداد من الاعدادات اللي عندي على كل الصور، كل الطبقات اللي عندي رح يتعدل نفس التعديلات بالنسبة لزاوية الخيال، بس الزاوية. في عندي الكواليتي اللي هي كونتور شكل الخيال، فيني اعمل اشكال من الخيال. هلا هو هذا المحطوط انه سادة، ما في عندي اشكال معينة، فيني اعمل اشكال. شايفين كيف في اشكال كثير؟ ممكن اذا بدي ما بدي شكل معين من هون، فيني اخترع انا شكل كبسة واحدة هون. انا كبست قبل شوي على السهم لحتى طلعت عندي هاد لون المربعات، كبسة واحدة بالنص، بخترع الشكل اللي بدي اياه. هاي عم بخترع الشكل اللي بدي اياه وبساوي اللي بدي اياه. نويز ضجيج بيعطيني، خليه عامل ضجيج يعني منقط. الخيار الثاني هو اوت جلو، اوت جلو ما راح يبين هون لانه عندي خلفيه بيضاء. خليني بس احط خلفيه بلون معين. رح ارجع كبسين على الاف اكس، برجع بحررها وبخلي الخيار اللي عندي. لحط اوت جلو، اوت جلو يعني اضاءة خارجية. اذا بشوفها انا السايز بالسايز بس لحتى تبين معي. شايفين كيف عملت اضاءة؟ رح اقيم الشادو هلا اول شي لحتى تبين انه شلون عم تضوي. هاي هي سبريد، هي الكثافة او السماكة تبع الاضاءة. في عندي كمان شدة الإضاءة أو الكثافة، فيني أعملها ضجيج. في عندي كمان شكل الإضاءة، فيني أغير بشكلها كيف ما بدي أنا. أشكال ممكن أحط اللي بدي إياه. الرينج فيني اشوف خيارات كتير بدي اياها. رح اشوف هلا الباترن اوفرلاي. الباترن يمكن سمعتوا بهالكلمه كتير وما كنا نعرف شو هي، او هي عرفنا شو هي نوعا ما، ولكن هون رح نفصل فيها شوي. باترن اوفرلاي هي نقشه ممكن نضيفها على الشكل تبعي. نقشات موجوده، في نقشات موجوده، في نقشات انا منزل هون، في نقشات جاهزه، بحط النقشة اللي بدي اياها. مثلا هاي النقشة رح اخذ، او اي نقشة بتخطر ببالي هيك عجبتني فيني احطها، بس بدي نقشة شوي واضحة. انا هاي مثلا تمام. في عندي هون الاوبسيتي انه خليها شفافة النقشة ولا غمقها. في عندي سكيل كبر النقشة وصغرها، فيني صغر النقشة كتير، فيني كبرها، بس هي افضل شي بالوسط 100. طبعا انتو كمان حسب اللي بدكم اياه، حسب الصورة اللي عندي فيني اختار النقشة وكيف شكلها وكيف موديلها. هون النورمال رح نحكي عنه ان شاء الله هاللون بدرس ثاني ان شاء الله. جريدنت اوفرلاي، تذكروا الجريدنت هون هي اللي عملت تدرج لوني. نفس الشيء هون بتعمل تدرج لوني.
بس عبارة عن تأثير، مو أنا بشتغلها بإيدي، تأثير بختار اللون اللي بدي إياه. هاي هون فيه ميزة حلوة، إنه مثلا أنا اخترت هذا اللون، في بختار الموديل، الشكل تبعي هو عبارة عن لاينر ولا دائري، راديال ولا انجل، زاوية ولا خط ولا نجمة. هون حلاوته انه فيني اتحكم فيه، يعني انا لو اذا كبست على هاد الجريدنت اللي هون وحركت وسحبت ورسمت لون فما فيني حركه، بس هون بهاي الافكت فيني حركه، فيني اخده فوق لتحت كيف ما بدي، خصوص اذا كان دائرة كمان فيني حركه. شايفين كيف فيني كبره الانجل تبعي الزاوية، شايفين فيني هلا هي على صورة تانية بأرجيكم شو عم تساوي. هي هي عم تساوي انه تخلي مساحة الإضاءة ومساحة النقطة أو المساحة اللي عم بيشتغل العمل فيها ما تكون مكسورة كسر، إنه مثلا الفرق بين الألوان، مثلا هون في لون أخضر وأبيض وأسود، ما يكون الفرق بيناتهم واضح، إنه مثل حد إنه خلص متدرجة تماما. يعني هي هي بتلعب بنسبة التدرج، بنسبة التدرج يا بتخليها متدرجة تماما يا بتخلي إنه تبين تقطيشات للألوان. كمان الأوبسيتي نفس الشيء، خليها شفافة أو لا تبين معي من هون. هيها شايفين كيف صايرة مقطوعة قطع، هيك على حرف التي مقطوعة قطع، لو أنا أخذها هيك متدرجة تدريج. كلر أوفرلاي هاي بس عبارة عن لون معين بحطه، حط اللون اللي بدي اياه. كمان اوباسيتي من الشفاف، لا في عندي الساتان، ساتان مثل من اسمها ساتان، مثل كأنه قماشة ساتان محطوطة فوق الصورة اللي عندي. كمان فيني العب بشكل الساتان بحجمه، بشكله من هون اذا بدكم يبين اكتر، شايفين كيف عم تغير. هاي السايز تبعه، هاي الديستانس، كمان الاوبسيتي زاوية، كمان فيني اختار اللي بدي اياها. هلا في عندي انر جلو، اضاءة داخلية، الانر جلو اضاءة داخلية. شايفين كيف اضاءة داخلية. كمان في خيارات هون، لون الاضاءة بالاولانية تبع الاضاءة الخارجية ستحكي انه في عندي لون الاضاءة اللي بدي اياها، فيني احط اللون اللي بدي اياه تبع الاضاءة مو بس اصفر، اختار اي لون بدي اياه فيني احطه. فيني خليه هون شو مكتوب ايدج، هون من السنتر، من السنتر يعني من الوسط لبرا، هون من الحواف لجوا. كمان له اشكال، فيني اختار الاشكال اللي بدي اياها. في عندي انتر شادو، ما راح يبين هون لانه بسبب انه هي اسود والشادو اسود، حط خيار تاني، انر شادو ظل داخلي. كمان الو ديستانس، الو سايز، هلا رح اعمل حركة حلوة بتشوفوها ان شاء الله. شايفين كيف ستروك، ستروك هو عبارة عن اطار بحف بالصورة نفسها، يعني محيط للصورة نفسها بحجم اللي بدي اياه محطوط واحد، فيني احط
فيني كبر ال هي هو شايفين، فيني كبره قد ما بدي، غير لونه. مثلا هيك الالوان طبعا فيني اخذها، مو بس كلر عادية، فيني اخذها جريدنت تدرج، فيني اخذها باترن نقشة اللي بدي اياه. كمان الاوبسيتي تبعها انه بخليها شفافة ولا لا، السايز هو حجمها. في عندي البلين مود اللي بنحكي عنها، هي نفس القائمة اللي ما كنت احكي عنها، رح نحكي عنها ان شاء الله. والبوزيشن هو اوتسايد، يعني انا هاي الستروك اللي عم بحطه خارجي ولا انسايد داخلي ولا سنتر، نصه بيجي هون ونصه بيجي هون، نصه برا ونصه جوا. معظم الاحيان عم نستخدم حسب الشكل، حسب الرسمة اللي عنا، حسب الصورة اللي عنا اللي بدي اساويها. حاطط الخارجي ما مشكلة. رح ارجع لعكبس ستروك بس مو هلا، بس وقت يجي لوقتها. عندي هلا بيفل اند امبوز. هلا هاي شو بتساوي؟ هاي بتعمل الشكل تبعي نوعا ما 3D او بارز لبرا او محفور لجوا. رح بلش من وحده وحده، رح اكبر السايز بس لحتى تبين معنا شوي. هيك في عندي اوتر بيفل او انر بيفل، بيعمل لي داخلي، هذا بيكون بروز داخلي وهذا بروز خارجي. هاي امبوز، هذا شكل الامبوز، هذا حفر اذا مبين ما يكون حفر. هاي اخر وحدة ما حتبين اسمها ستروك امبوز، هاي بتبين وقت تحط ستروك. انا شايفين وقت احط ستروك صارت على ستروك. هاي تنعيم سوفتين. هاي الانجل تبع زاوية الستايل اللي انا بحطه من هون. مثلا هاي رح اشيل الستروك هلا، شايفين الزاوية؟ لك فين احطه؟ من هون احطه، من هون فين احطه، من اي ما بدي. هاي شكل كمان اللي بدي اساويه. هون عندي شو هي الخاصية؟ بتعتمد أول شيء هي البيفل أند إمبوز، بتعتمد على بيحط لي نسبة أبيض وأسود بالصورة. يعني مثلا أنا إذا حطيت من فوق ضو ومن تحت ظل بتبين الصورة بارزة لعندي. فإذا بقرب شوي عليها، شايفين كيف من هون حاطين أبيض ومن هون أسود؟ فهي عاملة هذا البروز، أما هي مو بارزة الصورة، هي بس عم بيحط لي أبيض وأسود، عم بحط مكان عم بضويه اكثر من مكان، مكان عم بيعتمه، مكان عم بضويه. هي لحالها اوتوماتيك بتساوي هي القصه، فبتطلع عندي هي هذا الشكل. فيني غير انا الاضويه تبع اللي عم تحط، مثلا اخليها ازرق، ما رح تبين لانه هذا فوشي الكلام، خليه اخضر كمان رح يبين. الاسود فيني احطه مثلا رمادي، شايفين كيف عم تغير لك ازرق صار. النسبة اللي بدي اياها بحطها، بس احطه نورمال هون عشان يبين اخضر، هذا نورمال بين ازرق، شايفين كيف بعمل انا؟ بس افتراضيا هي اسود، هي ابيض واسود. هاي ليك رح خليه نورمال من هون وهون عشان يبين كيف انه هو بالاساس ابيض واسود فقط، محطوطين بطريقة معينة اللي هي خاصية السكرين. تمام هي هيك، حط كانسل هلا بس لحتى اعمل شغلة. طيب تذكروا حكينا المرة بدرس الطبقات على الاوباسيتي ان لكم هي بتعمل الصورة اللي عندي شفافة، شايفين كيف صارت شفافة لدرجة انه اختفت. طب والفيل كمان حكينا انه بتساوي شيء شفافة، ولكن في الى شغلة، في الى سر، يعني ليش انه هاي بتساوي شفافة وهي بتساوي شفافة؟ الفكرة وين؟ هاي بتساوي شفاف، الطبقة عندي شفافة، كل الطبقة مع بعضها، يعني التأثير مع الطبقة، مع الكتابة، مع صورة، مع اي شيء، مع التأثير تبعها. اما الفيل
بتساوي للطبقة لحالها بدون التأثير، يعني التأثير بضل. هلا شوفوا شلون رح اشيل هاي الفيل، رح اعمل شايفين شلون انا شلت الطبقة ولكن ضل التأثير اللي هو عند الشادو. شايفين كيف طلعت الصورة؟ عملت لي ميزات. انا اذا بشيل التأثير رح امسك التأثير الاف اكس اللي موجود عندي الافكت وكبه. شايفين كيف راحت الصورة؟ هي ما راحت، هي موجودة ولكن هي شفافة مثل الاوبسيتي. يعني هلا اذا ما كان في تأثير الاوبسيتي والفيل نفس الشيء، شايفين نفس الشيء، ولكن الفيل بس انه ما بتروح لي التأثير. رح اعمل الفيل صفر حتى ارجيكم. هلا هيك شغلة مميزة، اكبس كبستين وحط تأثيرات. هلا اول تأثير رح احطه مثلا دروب شادو. شايفين كيف بلشت تطلع ملامح، عفوا ملامح كتابة بالتأثيرات. فيني احط اوتر جلو بدون الشادو، شايفين كيف؟ فيني احط ستروك، فيني احط انر شادو. شايفين الانر شادو احلاها هون. بعمل انر شادو ودروب شادو، طلع كلمة مميزة. شايفين في شغلة حلوة كمان بهذا الخيار، هيك انه انا مثلا بدي اجي اعمل حفر. هاي نافر هاي الحفر، شوفوا الحفر ما احلاه كيف يطلع. شايفين يعني في ميزات. انا هون بقى الابداع تبعي ببلش ينطلق. يعني بس هيك نحط شوية خيارات، نجرب تجارب كتير، نجرب كتير، نجرب كتير لحتى يمشي معنا. هاي انر جلو، شايفين كيف ممكن يطلع. هاي اوفرلاي، فيني جريدنت اوفرلاي. شايفين كيف هون فيني لك مشي مشي وتحرك فيه. هلا هي على كتابة، رح اخذ مثلا انا هي الصورة. طبعا ما بنسى انه انا على طبقة اللي بدي اشتغل عليها. كبستين بتطلع المرة تانية. الدروب شادو بخلي هون هعمل اياها هيك، احط. شايفين كيف لك الطاقية نفس الشكل هو لحاله. فيني احط جلو اوتر جلو، خليها تضوي شوي. طبعا بما ان الخلفية عندي بيضة ما رح ابين. ستروك فيني احطه ازرق مثلا، شوف شلون بصير بيطلع عندي. شايفين كيف؟ طبعا انا ما كمان بدي العب بالتأثيرات بدون ما اشوه التأثير، بدون ما اشوه الصورة اللي عندي لحتى احصل على شيء ممتاز وحلو. هاي هي التأثيرات اللي موجودة عندي. هلا رح احكي على الشغلة اللي من هلا ما حكيت عنها. رح اخذ اي صورة عندي اياها، مثلا هاي. رح اخذها على صفحة لحالها، فايل جديد يعني عملته. رح انسخ الطبقة نفسها كنترول جي، ورح نشوف شغلات حلوة جديدة. هلا هاي اللي هي المود تبع الصورة تبعي، او المود تبع الصورة شو بتعمل. هاي لها علاقة بالاضاءة والالوان. رح نبلشهم واحدة واحدة ونشوف شو هن بس اشكالهم، شو عم بيصير. ممكن اعمل تأثيرات كتير حلوة عليها. مثلا لومينيوستي مو شرط انه تعدل حسب الصورة اللي عندي، رح تعدل. هلا هي اخر واحدة، لو انه الخلفية عندي ابيض واسود كان صارت فوق كلها ابيض واسود.
او هي هيك، شايفين كيف انا حطيته على خلفيه بيضاء؟ شلون انا خفيت الطبقه اللي عندي لحتى اخذ التاثيرات. شايفين شلون اخذ التاثيرات الطبقه اللي تحتها مثلا البيضه اللي هي البيضه صارت ابيض واسود. انا تقصدت اني انسخ الطبقه اللي بتشوفوا ليش، لانه في تاثيرات ما بتطلع، يعني مثل الكلر ما راح تبين على صوره وتحتها شيء ابيض، ما راح يبين تاثير الكلر او الهيو او الساتوريشن او الديف. هلا مثلا سبتراكت عملت عكس الوان اللي هي نيجاتيف، ما راح يبين معنا هون شغلات كتير. هلا برجيكم شلون على وقت نسخت الصورة رح تبين في شغلات اكتر. هرجع على النورمال. انا ليش رح اعمل تأثير الصورة الفوقانية على نفس التأثير الطبقة التحتانية، بس هيك لتلعب لي بالإضاءة الصورة شوي. أما أنا فيني أحط صور يعني تانية، يعني مو شرط أنا نفس الصورة خليها بحط عليها تأثيرات. وهلا برجيكم شلون. مثلا عندي تأثير الأوفرلاي، رح أحكي عن هذا التأثير الأوفرلاي. هذا محل المكان الضاوي بيروح بيزيد إضاءته، ومحل المكان العتم بيزيد العتمة تبعته. شوفوا شو بيصير، شايفين كيف صارت الصورة؟ هون كان ضوء زيادة زادت إضاءة، هون كان عتمة زاد العتامة تبعته. في عندي مثلا شايفين هاي مثلا، يعني في هاي اسمها هارد ميكس. لو كانت صورة أحمر كانت شفتها مثل صارت نار وشعت نار. يعني هاي بتبين معي على حسب الصورة اللي أنا عندي إياها، بجرب تجارب لشوف شو عندي خيارات ممكن تنحط. مثلا هلا رح احكي عن السكرين. هاي السكرين، هاي لاينر بورن، حرق خطي اسمه، مو ترجمة طبيعية. بس شو عملت؟ عتمت الصورة كلها. مو شرط بغير صورة تعتم حسب الألوان اللي الصورة عندي. هاي مالتيبلي تعتيم، هاي داركن تعتيم، هاي نورمال. مثلا حتى اشوف انه هاي الصورة غير، مثلا هجيب صورة تانية مثلا. هاخد هذا الولد حط هون الولد، شوفوا كيف بيعطيني شغلات حلوة. شايفين كيف اخذت سمات الطبقة التحتانية بألوانها للولد؟ هاي اللي فوق عملت كلر، يعني عملت لي مود معين. هاي هيو هايجة، هاي ديفيد، هاي سبتراكت. سبتراكت هي النيجاتيف تبع الصورة، النيجاتيف تبع الصورة انه بتعكس لي الالوان بس. شايفين؟ بصراحة مو كلهم بعرف شو شرحهم، ولكن هو على الموديل الصورة اللي عندي اياها بحط وبشوف شو ممكن يناسبني. يعني هي عبارة عن خيارات بالإضاءة بالألوان بالكذا، بتغير مود معين للطبقة بتساوي. بدي اخذ اخر شغلة، وهي انه مثلا انا بدي ارسم. بجيب فرشاية، محمد ورشي ريست براش عشان نشوف هاي الفرشاية اللي عندي. طيب انا بدي موديلات، احيانا بشوف اشكال غريبة موجودة وحرجيكم منها. مثلا شوفوا هلا انا جايب فرشاية اسمها مون قمر، كبسة واحدة بيطلع عندي شكل القمر. شايفين؟ ما رح يطلع لانه ابيض واسود لازم يكون، او هي على صورة على خلفية سوداء واللون ابيض عشان يطلع عندي القمر. شايفين؟ طيب هاد اللون كيف بدي احطهم؟ كيف بدي اجيبهم؟ في مواقع على الانترنت فيني اسحب منها براش.
الفرشاية اسمها براش، فيني احط براش فري داونلود وبسحب اللي بدي اياه، فراش اللي بدي اياه. كيف بدي اضيفه على برنامج الفوتوشوب؟ اول شيء لازم البرنامج ما يكون فاتح، ما يكون شاعله، او حتى لو كنت شاعله بس ما رح تطلع عندي الفرشاية، لازم سكره وارجع اشعله، فانا رح سكره من هلا. عندي مثلا هاي الفراشي، هاي الفرشاية براش باك، انا جايبها منزلها من النت. مثلا رح اخذ فرشاية معينة، رح اخذ هاي بي ار 240، رح انسخها. نسخت الفرشاية وبروح انا وين منزل البرنامج تبعي الفوتوشوب، وين منزله؟ بالسي، بالبروجرام فايل، او هو بينزل بالسي بس انا هلا متى ما انا من وين منزله بالسي، بدي اروح على بروجرام فايل حصرا ان كان 64 ولا 32، بروح محل ما انا منزله، بروح على الادوبي، بروح على ادوب فوتوشوب سي اس 6 64 بت، انا هذا اللي منزله، في فايل اسمه مجلد اسمه بريست بريست، فوت عليه، في مجلد اسمه براشز، بس فت عليه، هي كل شي فراشة عندي بالفوتوشوب اللي انا منزلها واللي هي جاية جاهزة، انا بس بعمل لصق للفرشاية تبعي. طلع كونتينيو. صارت موجودة عندي. هلا بس افتح الفوتوشوب لازم لاقيها جوا، نفس الاسم بي ار 240 7092، رقم تليفون. هرجع افتح الفوتوشوب. اذا كان مفتوح الفوتوشوب وحطيت الفرشاية ما رح تطلع عندي الفرشاية، لا حتى ياخد، لانه الفوتوشوب لازم ياخد، هاي شوفوا هون، هون اذا ريد بريفرنس عم يقرا شو جديد، شو في شغلات، شو في عتاد بالفوتوشوب. هذا احيانا كل ما زيد انا اغراض عم حطها، مثلا حطيت اكشنات زياده، فلاتر، فراشي، اي شيء فيني احطه، بتلاقي هي الصوره اللي عندي انه هو عم يفتح الفوتوشوب بيطول اكثر. رح فوت هلا نشوف هاي الفرشاه اللي حطيناها، حطيت صفحه جديده بس لحتى اجربها. كبست على الفرشاه، حطيت على هذا السهم، شو هي الفرشاه تبعيتي؟ هيك بي ار 24، هي هي. حطيت اوكي انه هل تريد استبدال الفرشايات اللي عندك، الفراش اللي عندك. اذا حطيت اوكي بتستبدل كل شيء، بيروح كل شيء وبتحط الفرشايه. اذا حطيت كانسل لا، اذا حطيت ابيند هي اللي بتعمله بتضيف على الفراش اللي قبل. لا انا حط اوكي بس لحتى نشوف، حطها اسود. هاي الفرشايه هيك شكلها. رح اعمل شغله بالفرشايه مع المود اللي عندي بالطبقات، رح اخذ خلفيه زرقاء، كثير ضاربها، ما افتحها شوي بس، رح احط طبقه جديده، رح اخذ باللون الابيض ارسم هالفرشايه هاي، اعمل من هون وبيجي بغير المود، بحطه اوفرلاي. شايفين كيف صار شكله؟ شايفين هاي المود عم غيره، شايفين كيف؟ هاي اللي مثلا وقت نساوي خلفية للفوتو، خلفية لشي صور، هي عبارة عن بحطوا فراشي مثلا، فراشي، في فراشي كتير يعني، في اشكال الوان فراشي، مثلا رح ارجيكم فرشاية لجامعة مثلا، انا منزل هون مخطوط فرش مساجد، هاي اوكي، باخذ هذا الجامع مثلا لحطه هون، طبعا على طبقه لحالها مشان اخذ اقدر اعدل عليها. مثلا هذا باللون الابيض، شوفوا بس حط اوفرلاي صار لونه ازرق فتح كذا، يعني بعمل تاثيرات اللي بدي اياها على الجامع. داركن بعمل له هيك، صار عندي شكل جديد، مثلا بحطه من هون، بحط قمر من هون كذا، بساوي اللي بدي اياه بالمود مع الفراشي، بعمل خلفيات لا تعد ولا تحصى، كتير فيها من الخلفيات، اشكال الوان اللي بدنا اياه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، طبعا
ملاحظة صغيرة، مو بس الفرشاية فيني احط لها فراشة جديدة. كيف بدي ارجع الفرشاية الأصلية اللي عم بستخدمها أنا؟ ريسيت برش، برجع الفراشة اللي كنت أنا استخدمه. فيني احط لل المحاية، هي بتاخد من الفراشة كمان، يعني فيني محاية هي بتمحي بهذا الشكل بس، شايفين؟ حط ال هي هيك هي نورمال، شايفين كيف بتمحي بالشكل هذا. فيني احط كمان جريدنت، بما انه اذا فوت لهون بشوف كمان انه فيني اختار كتير امور، كتير اشكال انا منزلهم، كمان في شغلات منزلها انا، كمان فيني احطه نفس المجلد اللي كنت فيه، نفس الاسماء، اكشنات، فلاتر، اضاءات، في اضاءات كتير، فراشي، خطوط، الخطوط طبعا بحطها بقلب الويندوز بالفونت، اي شيء بدي اضيفه للفوتوشوب بهالطريقة بضيفه، هي اضبط طريقة. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي الجلسة، يعطيكم العافية، السلام عليكم.